صدام الخولاني نموذج ملهم في الانتصار على السرطان. كان المغترب اليمني صدام الخولاني مشرفا على الموت بمرض السرطان. تقدم معركته مع السرطان نموذجا ملهما لغيره من المرضى. تؤكد قصته أهمية الانحياز للحياة والثقة بالله والالتزام ببرنامج التعافي. قدم صدام إلى أمريكا عام 2005 وهو لا يشكو من مرض. في عام 2013 بدأ يشكو من آلام في الرقبة وصداع شديد. خضع لفحوصات طبية وأبلغوه أنه مصاب بسرطان المخيخ. كان حجم الورم كبيراً وتم إقرار حاجته لعملية جراحية. وافق صدام على إجراء العملية دون تردد. أجريت العملية وظل صدام في غيبوبة لمدة 3 أشهر. خضع بعدها لبرنامج إعادة تأهيل في الأكل والشرب والمشي. عاد صدام للبيت مواصلاً العلاج الطبيعي وتناول المهدئات. تساقط شعره جراء خضوعه لجلسات العلاج الكيميائي. لكن صدام الذي لديه 4 أولاد تحدى مرضه. التزم كافة برامج العلاج واشتراطات العافية. في الأخير انتصر على المرض وعاد لحياته الاجتماعية. ينصح صدام مريض السرطان بالمقاومة وعدم التفكير بالنتائج لأنها بيد الله.